ليه شاهر؟ ليش عم تتصل؟ الأستاذ شاهر عم بيمنعني من إني فوت على بيتك يا يونس. إيه أنا عندي شغل يعني برا البيت ويمكن نام برا البيت. شكلك ناسي إنه اليوم في موعد بيني وبينك. موعد شو؟ في عندي شوية شروط وبدي أشوفك تنتفق عليهم. إيه رح نتفق أكيد، بس حتى خلص شغلي برجع بحكي نتفق. ليه حاسي في حدا حدك؟ المحامية تبعيتك مش هيك؟ أيوة مدام، التليفون رح يخلص وحداته بعد إذنك، وأنا لازم أحكي مع مرتي، بدها مني أغراض، إذا في مجال تعطيني التليفون. ماشي يا يونس، أنا بفرجيك حسابك بعدين. ماشي ماشي ماشي، خلص أنا شغلي وبنحكي. إن شاء الله نفكر إنه أنا ما بعرف وينك يا أستاذ يونس. التليفون اللي معي لحقك عالدعسة، يعني بعرف وين بتروح وين بتجي وما فيك تلعب معي، اوكي؟ خلص طيب، مثل ما قلت لك بخلص شغل وبنحكي. برجع بذكرك انه بكره اخر مهلة لإلك، لانه اذا ما رح تحكيني مش رح تعرف شو رح اتصرف معك، لانه انا لهلا ما بعرف. Alright babe؟ ماشي ماشي. مع السلامة.